فرض هذه القيود يعتبر خطوة استباقية لدرء حدوث موجة ثانية للوباء في دولة قطر مثل ما حدث في شهر مايو ويوليو من عام 2020. فهذه تعتبر خطوة استباقية لتسطيح المنحنى وللحد من انتشار الوباء ولتقليل عدد الإصابات، مما ينعكس إيجابيا على حالات دخول المستشفيات. تعتبر هذه الإجراءات درءا لانتشار السلالة الجديدة من الفيروسات التي وصلت إلى منطقتنا، منطقة يعني الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي أكثر عدوى وأكثر انتشارا. فمن الأهمية جدا تطبيق هذه القيود في ظل هذه السلالة الجديدة من الفيروسات حتى نستطيع أن نمنع انتشارها في داخل مجتمعاتنا في دولة قطر.